مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله تعالى وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المقتفى صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب الصف السابع بمدرسة الأندلس الإعدادية الخاصة، أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد ودرس جديد من دروس التعلم عن بعد. ودرسنا اليوم أيها الأبناء بعنوان أمه الجزء الثاني، تدريب إجرائي للأبطال. ما مرادف كلمة يسري في قول الشاعر يسري حنانك في دمائي؟ أحسنتم أبنائي الأفاضل، أسمعكم تقولون لي أننا عرفنا أن هذه الكلمة بمعنى يجري في الجزء الأول. أحسنتم، يجري. السؤال الثاني، ما الفكرة العامة التي يدور حولها هذا النص؟ نعم أحسنتم أبنائي الأفاضل، الفكرة العامة التي تدور حولها الأبيات فضل الأم. أحسنتم، بارك الله تعالى فيكم أبنائي الأفاضل. القيمة، فضل الأم. قال الله جل وعلا في حق الأم في محكم آياته ومحكم تنزيله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. أهداف الدرس، أتوقع منك عزيزي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن تتعرف التشبيه محددا أركانه، تحدد الأساليب والوسائل التي يستخدمها الكاتب للتعبير عن المعنى الضمني. هيا بنا أبنائي الأفاضل إلى الهدف الأول، وقبل أن نذهب إلى الهدف الأول نقرأ القصيدة مرة أخرى قراءة جهرية، فانتبهوا معي يا أبنائي الأفاضل بارك الله فيكم. يقول الشاعر علي الجنبلاطي، ذقت الحياة على يديك وطالما فاضت بمنهل النعيم يداك، يسري حنانك في دمائي مثلما تسري النضارة في الخميل الزاكي، هيهات توجد في الحياة سعادة إلا إذا جادت بها كفاك، تتهللين إذا ابتسمت وإن بكت عيناي فجرت الأسى عيناك، ما أنت إلا نبع حب ترتوي منه النفوس فلا تجل سواك، مهما غنمت من الحياة فلن أرى شيئا يضارع في الحياة رضاك، فتقبلي حب القلوب هدية فلطالما أهديتها نعماك. أماه، أماه أفراح الوجود تجمعت ليكون عيد الكون من مغناك، أنت الحياة جمالها وبهاؤها لولاك لم ننعم بها لولاك. أحسنتم الاستماع أبنائي الأفاضل بارك الله فيكم. هيا بنا الآن أبنائي الأفاضل نتعرف أنواع التشبيه. أولا التشبيه التام، وكنا قد تعرضنا لأنواع التشبيه من قبل فنذكر به الآن. التشبيه التام أبنائي الأفاضل هو ما تمت فيه أركان التشبيه كلها. مثال ذلك الأب كالبحر في فيضه، الأب مشبه والكاف أداة التشبيه، والبحر المشبه به في فيضه هو وجه الشبه
بين المشبه والمشبه به. ثانيا التشبيه البليغ، وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. مثال ذلك الصلاة نور، الصلاة مشبه ونور مشبه به. أحسنتم أبنائي الأفاضل. استخرج تشبيهين من البيتين الخامس والتاسع ثم بين أركانهما وأثرهما في المعنى وفق الجدول الآتي. التشبيه في البيت الخامس: ما أنت إلا نبع حب. أحسنتم. المشبه هنا أبنائي الأفاضل الأم أو أنت، الضمير الذي يمثل الأم، والمشبه به نبع حب، أداة التشبيه لا توجد، ووجه الشبه هنا إرواء النفوس، أثره في المعنى بيان حنان الأم. أحسنتم أبنائي الأفاضل. التشبيه الذي يوجد في البيت التاسع: أنت الحياة جمالها وبهاؤها. المشبه أيضا واضح أمامكم أبنائي الأفاضل، أنت وهي الأم، المشبه به الحياة، والأداة لا توجد، ووجه الشبه لا يوجد لأنه تشبيه بليغ، وأثره في المعنى بيان أن الأم أساس هذه الحياة. الهدف الثاني أن تحدد الأساليب والوسائل التي يستخدمها الكاتب للتعبير عن المعنى الضمني. بما وصف الشاعر أمه في نهاية القصيدة عبر عن ذلك بأسلوبك. أحسنتم بارك الله فيكم. وصفها بأنها هي الحياة. دلل من أبيات القصيدة لما يمثل المعاني الآتية: حنان الأم يهب الإنسان جمالا ونضارة. هذا المعنى يوجد في البيت الثاني. لا شيء في الحياة يشبه رضا الأم. هذا المعنى يحمله البيت السادس. تكافئ القلوب الأم على نعماها. هذا في البيت السابع. قال الشاعر: أماه أفراح الوجود تجمعت ليكون عيد الكون من مغناك. ما المعنى الضمني الذي قصده الشاعر فيما تحته خط؟ المعنى الضمني هنا أبنائي الأفاضل سعادة الكون بوجود الأم. وما الوسيلة؟ لو لاحظنا أبنائي الأفاضل وعدنا مرة أخرى إلى البيت الذي قال فيه الشاعر أفراح الوجود تجمعت، فالوجود ليس إنسانا حتى يكون له أفراح، فالوسيلة هنا الصورة الخيالية. أثرها في المعنى عظمة الأم. لما جمع الشاعر بين كلمتين النضارة والخميل؟ أحسنتم أبنائي الأفاضل، للدلالة على أن حنان الأم كثير غير منقطع. حدد نوع الأسلوب وغرضه في العبارتين الآتيتين: فتقبلي حب القلوب هدية. أحسنتم. واضح أبنائي الأفاضل أن هذا الأسلوب هو الأمر وغرضه الدعاء. لولاك لم ننعم بها لولاك. لو لاحظتم أبنائي الأفاضل أن الشاعر هنا استخدم التكرار، إذن فالأسلوب المستخدم هو التكرار وغرضه للدلالة على أهمية وجود الأم في حياة أبنائها. تجلت في القصيدة عاطفة الشاعر الجياشة وانعكست على لغته وأسلوبه. ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في القصيدة؟ دلل على ذلك بثلاث كلمات. أحسنتم. العاطفة المسيطرة على الشاعر طبعا هي حب الأم وتعلقه بها. الدليل الأول: يسري حنانك أنت الحياة تقبلي حب القلوب. جاءت قافية القصيدة منتهية بضمير الخطاب في أغلبها بين القافية وأثرها في المعنى. القافية هي حرف الكاف. أثرها في المعنى للدلالة على عظمة الأم. اللغويات: مهما غنمت من الحياة فلن أرى شيئا يضارع في الحياة رضاك.
تتهللين إذا ابتسمت وإن بكت عيناي، فجرت الأسى عيناك. استخرج من البيتين السابقين فاعلا وبين نوعه. أحسنتم أبنائي الأفاضل، الفاعل هو التاء في الفعل غنمت، ونوعه ضمير متصل. وقد تعرفنا من قبل أبنائي الأفاضل أنواع الفاعل، إما أن يكون ضميرا مستترا أو ضميرا متصلا أو اسما ظاهرا. فعلا على وزن فعل، فجر، كلمتين تنتهي كل منهما بألف اللينة أرى والأسى. أحسنتم. والآن مع هذا النشاط الإلكتروني، حدد نوع الأسلوب في كل عبارة من العبارات الآتية: ما أنت إلا نبع حب. أحسنتم أبنائي الأفاضل، أسمعكم تقولون أن هذه العبارة استخدم فيها الشاعر التشبيه: فلن أرى شيئا في الحياة يضارع رضاك. لن أداة نفي. أحسنتم. فتقبلي أسلوب أمر. أحسنتم، بارك الله فيكم. أماه، هنا نداء أبنائي الأفاضل، فاضت، استخدم الشاعر هنا الفعل الماضي. بارك الله فيكم أبنائي الأفاضل. سؤال الغلق: ما نوع الصورة الخيالية في قول الشاعر أنت الحياة؟ نعم، أحسنتم، التشبيه هنا تشبيه بليغ. أحسنتم أبنائي الأفاضل، بارك الله تعالى فيكم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا أبنائي الأفاضل. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.